تقريبا 10,000 دولار. ايه؟ 10,000 دولار. تعالى خيط لي الزرار. تعالى لي يالا. تعالى يالا خيط لي الزرار يالا. اهو فاضل له غرز هيقع يالا. تعالى. عيب يا محمد. تعالى خيط لي الزرار. عيب يا محمد عيب. تعالى خيط لي الزرار. عيب يا محمد في ستات كتير واقفة عيب. في ستات واقفة عيب. فاهمك عيب. شوفي بيتك ماشي ازاي. انا مش هسيب شغلي واجي اخيط له زراير. شوفي بيتك ماشي ازاي. يا احلى حاجه سمعتها في حياتي دي 10,000 دولار. انا هو انا مخلف مايكل اوين عشان ادفع ال 10,000 دولار. انت عبيط يلا. في ايه يا محمد؟ لا يلا ايه؟ الخير كتير. ايه يلا يا بنتي؟ ايه يا محمد؟ الخير كتير يا محمد. خير ايه؟ الخير كتير. انت هتقطعي من لحمك يعني وهتديني مالكش دعوة. أنا بقول لك الخير كتير. أيوة بتشاوري كده هتشتغلي في إيه يعني؟ يا محمد حط ابنك ملك قدام عيني. ربنا أنا هشوفه تاني قدام عيني. يعني بس أنت عندك موهبة الشعر. طب ليه؟ طب ما تسمعني حاجة كده. اسمع يا باشا. الأغنية اللي أنا كاتبها دي أغنية لواحد مهموم. تمام. كئيب، واحد كئيب. تمام. شايل هم الدنيا وكده. تمام. الأغنية اسمها نص حاجات. طب ما دي عيب دي. ايه؟ انت تورينا نص حاجاتك ليه؟ نعمل بقى ايه؟ لا انت هتسمع، انا مش هوريك. هسمع كمان نص حاجاتك؟ امال ايه؟ سمعها لي يا سيدي. نص حاجات. شايل نص حاجاتي في حته وماشي بنص حاجاتي التانيه. الله يقرفك. رايح شبه جزيره بومبا، حته بعيده ورا المانيا. بومبا؟ حته بعيده ورا المانيا. رامي كل همومي ورايا، نص حاجات. العربية والتليفون حتى ساعات، حتى الضحكة في وش حبيبي. هقعد فترة حتى هسيب الدواء والقطرة. هقعد شهر يمكن أكتر. حلو. لسه بفكر. تمام. هقعد سنة يمكن أكتر. لسه بفكر. يا رب توصل بسرعة. هقعد سنتين يمكن أكتر. لسه بفكر. انجز فكر. هتقعد اكتر؟ لسه بفكر. واما تلف الدنيا تعدي وانت ماشي بعربيتك هدي، تحت الكوبري بتاع الجيزه يمكن تلمح شاب بيعرج دقنه طويله. اطلع هو نفس الفوله وارجع تاني النص حاجات الاولى. شكرا. طول ما انتوا بتسقفوا له هيفضل يهبل والله. بس انت تنفع في مسرح مصر. فلو نقابل اي حد. انت تنفع في مسرح مصر جدا. ليه يا باشا؟ هو استاذ اشرف لامم شويه متخلفين. هيعجبوه. امال ايه؟ فانت لما تروح معاهم هتكمل مجموعه الهطل. وربنا يكرمنا. وربنا يكرمك وتبقى من الهطل. يزكني زكه بس. ماشي يا عم. بعدين هو يتكل على الله. بعدين هو يتكل هتبيعه كمان. ماشي يا عم. تمام. انا هوصل اللي انت عايزه للاستاذ اشرف. والنبي. بس انا اهم حاجه عندي دلوقتي إيه؟ ان المكان يبقى نظيف عشان اميتاب باتشان جاي النهارده. يا باشا عيب يا باشا، انا منظف المكان يعني ما تقلقش خالص. انا بس متضايق جدا. ليه؟ لان وانا جاي في عصفوره عملت بيبي عليا، فانا مش عارف اقابل الراجل ازاي كده. يا باشا ده رزق. رزق؟ رزق احمد ربنا. ده انت كده هتتكسي. هتكسي؟ هتلبس في كيس ان شاء الله. البس في كيس ليه؟ انا مع مش هينفع اقابل مصر. يا نهار ابيض. ده تجيله. تجيله؟ تجيله. ده الحمامه كانت واكله طعميه ولي. ثواني يا باشا، ثواني هنضفها لك. ثواني. ما تقلقش ما تقلقش. ماشي. يا ريت بسرعه. بس بقول لك ايه، ولا مش مستاهله؟ ما انا ممكن انت ايه انت؟ تعال. وانت هتسقي زرع ولا ايه؟ لا اديها له بس حته ميه عشان انضفها. طب ما انا ممكن اوديه لندري. لندن؟ لسه هتوديه لندن يا عم؟ تعال. ماشي.